حلو قوي. وعليكم. عليكم السلام باشمهندس عمر بقى، يعني ده يعني غني عن التعريف، انا هسيبه هو يعرف نفسه. ما شاء الله يعني بقى بيعمل مشاريع ديزاين في مصر ويروح ينفذها في اخر اوروبا فوق خالص، هو يحكي لنا بقى عن التجارب دي. شكرا. طيب الأول أنا بشكر على الدعوة للديجيتال فيتشرز دي، هتبقى تاني وتالت مشاركة ليا في ديجيتال فيتشرز، لأن السنة اللي فاتت كان طبعا بالاشتراك مع دكتور شريف مراد ودكتور هنادي وبشمهندس أحمد سكاتي، كنا عملنا الورك شوب بتاعت الروبوتك ال 3D ماتر برينتنج، روبوتك 3D ماتر برينتنج مع الجامعة الأمريكية. السنة دي إن شاء الله شارك بشخصيتين، شخصية مع برضه الجامعة الأمريكية فيرجن 2 من الورك شوب دي، ومنضم لينا ناس تانية في التيم، باشمهندس علي مجدي وباشمهندس إسلام إبراهيم، تكون أحسن إن شاء الله وتكون قوية. والنهاردة هتكلم على الشخصية التانية اللي هو بشارك بيها باسم المكتب، دي ورك شوب بالعربي عن برمجة الروبوتس روبوتيك أرمز باستخدام الجراس هوبر. فأنا هعمل شير سريع كده. طيب هي الورك شوب اسمها ورشة برمجة الروبوتس باستخدام الجراس هوبر، دي من تنظيم المكتب بتاعنا اسمه جيزار، وزراعه الأكاديمي اللي اسمه جيزار أكاديمي، ده زراع أكاديمي غير هادف للربح، هيبتدي يظهر في الفترة اللي جاية إن شاء الله. الانستراكتورز في الورشه، انا خريج الجامعه البريطانيه وعامل ماسترز في الروبوتكس والادفانس كونستراكشن من اياك في اسبانيا، واشتغلت بعد كده حاجه بسيطه في لاب في اي بي اف ال في سويسرا، وفي مصر هنا بشتغل مع الجامعه الامريكيه. وشريكي باشمهندس مصطفى حشيش برضو عنده خبره كبيره في المجال الديجيتال فابريكيشن، وباشمهندس علاء البارودي برضه خريج الاياك وعنده برضه خبره كبيره في الديجيتال فابريكيشن وفي يعني بيقع تحت واحد او اثنين او ثلاثه من التاجز دول اللي هم روبوتك سيرفيسز. هو انا النت بتاعي كويس ولا؟ لا شغال ما تقلقش انت ممتاز. طيب اللي هم روبوتك سيرفيسز، وحاجه تانيه بنسميها ماس كاستمايزيشن وديزاين فور فابريكيشن، دول هنبقى نتكلم عليهم بالتفصيل في الورشه. طيب دي امثله من الحاجات اللي بنشتغل عليها، بنعمل بنقدم روبوتك سيرفيسز لحاجات الشركات اللي بتشتغل في الكونكريت برينتنج، فبنعمل لهم التصميم والتجهيز للتصنيع وهم بينفذوه. ده الاشتراك مثلا مع شركه كوروكس في نيوزيلندا، وده كان مثلا ده جزء من بيت كامل بتعمل له 3D كونكريت برينتنج، وفي بيوت تانية شغالين عليها بتطبع في الفترة دي. دي اكزامبل ثانية من السيرفيس اللي بنقدمها في الكونكريت برينتنج، ودي أمثلة من الحاجات اللي بنعملها في الديجيتال فابريكيشن والديزاين فور فابريكيشن. الورشة هتبقى بتتكلم عن التوجهات العالمية في استخدام الروبوتس في مجالات العمارة والتشييد والبناء، وهنتكلم فيها عن أنواع الروبوتس واستخداماتهم، وعن أساسيات برمجة الروبوتس، وعن إزاي نعمل محاكاة لبرمجة الروبوت أو سيميليشن، روبوتك سيميليشن. الورشة موجهة في الأساس لطلاب العمارة وحديثي التخرج بالوطن العربي اللي مهتمين بمجالات التصنيع الرقمي اللي هو الديجيتال فابريكيشن، وبالأخص الروبوتك فابريكيشن. الورشة هتكون 6 أيام متتالية، بتبدأ من الساعة 8 بالليل بتوقيت مصر وبتقعد ساعتين. أهداف الورشة، إحنا بنهدف إن بنهاية الورشة إن جميع المشتركين فيها يكونوا على دراية جيدة بأنواع الروبوتس واستخداماتهم وعلاقتهم بالعمارة والتشييد والبناء، إن هم يفهموا الكوردينيت سيستم اللي هي نظام الإحداثيات المستخدمة في برمجة الروبوتس، والطبيعه الحركيه للروبوتس اللي هي الانفرس كاينماتكس بتاعت الروبوتس، ويفهم ازاي دي بتشتغل، طرق تخزين وترتيب المعلومات في برنامج الجراس هوبر اللي هو الداتا تري اللي هو جزء اساسي جدا من الروبوتك بروجرامينج، والاساس طبعا اللي هو ازاي عمل برمجه للروبوت لتنفيذ مهمه معينه، لما يكون في تاسك معينه في بالي ازاي ابرمج الروبوت ان هو ينفذ المهمه دي.
وازاي بعد كده اعمل سيميليشن لحركة الروبوت في المهمة دي. احنا يعني هنفترض ان جميع المتقدمين يكونوا على درايه جيده باساسيات برنامج جراس هوبر، مش لازم الراينو بس لازم يكونوا عارفين على الاقل البيزكس بتاعت جراس هوبر، يا اما يكونوا عارفين البيزكس بتاعت جراس هوبر يا اما يكونوا اتفرجوا على الكورس بتاع جراس هوبر اللي انا كنت عامله قبل كده، بحيث ان احنا نكمل من الحاجات اللي احنا عملناها فيها، او اي كورس جراس هوبر تاني. المهم ان هو يكون في البيزكس كلها بتاعت جراس هوبر موجوده علشان نبتدي نكمل من عليها. بس كده، وفي انتظاركم إن شاء الله في الورشة. انا ناس كتير قوي عمر بعتت لي قالت لي بقول لصاحبك يكمل فيديوهات الكورس لو سمحت، احنا عايزين بقيته اللي بالعربي. ده بقى جزار أكاديمي إن شاء الله. ان شاء الله صباح الورد. شكرا يا عمر، الورشة جميلة والجميل فيها انها بالعربي، يعني احنا محتوى عن الروبوتات بالعربي قليل، يمكن عمر كان من اوائل الناس اللي قالت يلا بينا جراسوار بالعربي، وشكله هيبقى من أوائل الناس اللي هتقول يلا بينا روبوتات بالعربي، بعمل بإذن حسابي في الله الورشة. شكرا يا عمر.